خلينا نتكلم عن مشروع توشكا النهارده وهنستفيد منه ازاي، ونرحب بحضراتكم بالدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. اهلا بحضرتك يا استاذ سامي. اهلا بيك. معلش هسال حضرتك سؤال بالبلدي كده عشان برضو الناس اللي ما تابعتش النهارده تبقى معانا برضو في الصوره، يعني ايه اللي عطل مشروع توشكا طول هذه العقود، وليه بنشوفه النهارده حقيقه بالصور؟ ببساطة احنا عندنا الدولة المصرية كانت بتعمل بمنهجية ان هي بتدي استثمارات وبتدي الاراضي للمستثمرين او للشباب الراغبين في الاستصلاح، ولكن استصلاح الارض بيحتاج لعرق ومجهود كبير جدا، مش بيطلع من فراغ. الدولة المصرية غيرت من سياستها، لان بالنسبة لنا اصبح الامن الغذائي للمواطن المصري هو امن قومي، اصبح تطوير القطاع الزراعي هو اولوية من اولويات الدولة المصرية، زي ما عديد من القطاعات الاخرى لها اولوية لأهميته الاقتصادية وأهميته المجتمعية وأهميته أيضا في تحقيق الأمن القومي، وخصوصا شفنا جائحة كورونا وقد إيه بينت للناس كلها إن القطاع الزراعي ده قطاع هام وحيوي جدا ولا يمكن الاستهانة به أبدا، لأنه بيؤثر في صلب الاحتياجات للمواطن المصري. فشفنا بقى دلوقتي الدولة المصرية بدأت تشتغل بشكل مختلف شوية، إن هي بدأت توفر المشروع الزراعي او عمليه التنميه الزراعيه بنظام على المفتاح، تسليم على المفتاح بالبلدي. يعني المستثمر بيروح يلاقي كل البنيه التحتيه متوفره، بيلاقي كل التجهيزات المطلوبه متوفره، وبالتالي مش هيتعب كتير زي ما كان بيتعب الاول، فكان بيحتاج يحط استثمارات ضخمه جدا علشان يقدر يزرع. جميل. يعني مش هيجري بقى ورا الكهرباء، مش هيجري ورا الترع، مش هيجري ورا المساكن، مش هيجري زي ما كان بيحصل بالظبط زمان. بالظبط. وكمان الدوله حطت في اعتباراتها العديد من النقاط المهمه، زي ان احنا بنبدا نركز على السلع الاستراتيجيه، السلع او المنتجات الاستراتيجيه، المنتجات التي تتميز بها الدوله المصريه ولها ميزه نسبيه فيها، فده بيدعم ويساعد بشكل كبير ان احنا نقدر نتوسع فيها وتبقى عندنا فرص تسويقيه وفرص انتاجيه اكبر، وبالتالي يحقق نفع اكبر على المستثمرين في هذه القطاعات. يعني نتكلم مثلا على النخيل، وده اللي بيحدث دلوقتي في توشكا مثلا، 2 مليون اكثر من 2 مليون شجره نخيل هتكون موجوده، فده يفتح افاق جديده للتنميه في قطاع النخيل، خصوصا ان قطاع النخيل احنا الدوله المصريه من اكبر منتجي العالم في التمور. ولكن احنا عندنا محتاجين نطور من الاصناف الموجوده علشان نقدر ننافس بها دوليا. ده اللي موجود دلوقتي، بنشوف الاصناف بقى الجديده زي المجدول والبرحي والاصناف عاليه القيمه الاقتصاديه، بتبدا عله الزرع عشان نبدا نوفرها للمواطنين او نبدا نوفرها للاسواق الخارجيه، وبالتالي يبقى في عائد اقتصادي كبير جدا على هذا القطاع، وبالتالي المستثمرين يبقوا كمان هم متحفزين وكمان هم راغبين في الاستثمار في مثل هذه القطاعات، وبالتالي تحقق نفع كبير للاقتصاد الكلي والمواطن. جميل. حضرتك بنتكلم عن النخيل ده، ده موجود في توشكا، يعني ده احنا شفنا صور، يعني احنا بنتكلم تقريبا المساحه المزرعه بالنخيل قد ايه في توشكا دلوقتي حاليا، مش المستقبل، قد ايه دلوقتي؟ لا احنا بنتكلم ان في ملايين من الاشجار، وبدات بالفعل يكون موجود اشجار النخيل ملايين، يعني بقت موجوده، احنا بنتكلم في 2.8 مليون نخله تكون موجوده وتكون بتطرح في توشكا، ولكن الحقيقه مش توشكا بس، احنا الموضوع متشعب في طبعًا. كل ربوع الدوله المصريه. بنتكلم على الدلتا الجنوبيه بشكل عام. ما انا هروح لحضرتك بس نقف عند توشكا الاول. طيب معلش، احنا كنا طول عمرنا بنسمع انه كانت في مشكله متعلقه باساليب الري بمد الميه لمشروع توشكا، واحنا اصلا برضو والمنطقه كلها بتعاني من الفقر المائي، فيعني كان جزء اساسي من المشكله هو غياب مصادر الري. احنا النهارده ده توفرت في توشكا، صح كده؟ حضرتك قول لنا ازاي او ايه اللي تم، وعشان برضو المستثمر اللي جاي يبقى مطمن انه المشروع ده يعني في ميه ومغطيه كويس قوي. طبعا المياه متوفره بشكل كبير، لان الحقيقه الدوله المصريه لما جت تشتغل في مجال المياه او جت تشتغل في مجال الزراعه ما نظرتش لقطاع الزراعه على اعتبار ان هو قطاع مستقل بذاته، نظرت اليه نظره شموليه. يعني ايه؟ يعني احنا جينا مثلا القطاع الزراعي عشان اقدر ازرع لازم يكون عندي شبكه طرق تربطني بالمناطق التسويقيه، وده اصبح موجود في الدوله المصريه، وبنشوف حجم الطرق اللي الدوله المصريه والبنيه التحتيه للدوله المصريه ضختها في هذا القطاع، وده يخدم بشكل كبير القطاع الزراعي رغم ان هو مش نشاط زراعي ولكن يخدم القطاع الزراعي بشكل كبير جدا. لما بنتكلم على ايضا توفير الميه، وده العنصر الاهم بقى في قطاع الزراعه، هنلاقي الدوله المصريه استثمرت في اكبر محطه لمعالجه مياه الزراعه او مياه الصرف الزراعي علشان نقدر نطلع منها مياه بمواصفات
مياه الشرب اللي هي معالجه ثلاثيه، ويمكن اكبر محطه موجوده في المحكمه، وايضا في محطه اخرى بيتم انشاء في الحمام، فدي بتخف العبء كمان وبتدي فرصه لامكانيه التوسع في القطاع الزراعي بشكل او باخر. معلش ممكن تبسط لنا مصطلح المعالجه الثلاثيه ده عشان احنا بقى بنحاول نفهم الناس ايه اللي بيتم ويبقوا هم شايفين معانا وفاهمين شويه في اللي بيحصل على ارض الواقع، يعني ايه معلش المعالجه الثلاثيه اللي وفرتها بحر البقر دي؟ ببساطه المعالجه الثلاثيه هي افضل انواع معالجه للمياه بشكل كامل. دي بتحول او بتشيل كل العناصر الثقيله، كل العناصر اللي ممكن تؤثر على المياه بشكل او باخر بتشيلها تماما، وبالتالي بترجع لنا المياه نقدر نستخدمها، ودي بتدينا فرصه ان احنا نقدر نحقق فرص للتنميه، لان طبعا تحدي المياه نوفر موارد ونحافظ على البيئه كمان. ده توجه مصر الان الحفاظ على البيئه. بالظبط، واحنا كمان الدوله المصريه من الدول اللي برعت بشكل كبير على مدار تاريخها في اداره ملف المياه، ودايما عندنا الحقيقه انجازات كبيره بتحدث في هذا القطاع، في قطاع المياه، في اداره المياه للقطاع الزراعي، وده بيساعدنا في ان احنا نقدر نتوسع في مساحات منزرعه ونقدر نزرع مساحات جديده. ويمكن على مر التاريخ الدوله المصريه كانت من اوائل الدول اللي بدات تطبق فكره القناطر وفكره السدود، فكره انظمه الري، المصارف والترع، كل دي الحقيقه جهود كبيره بذلتها الدوله المصريه. ودلوقتي تبطين الترع برضو، وده يمكن اشاره كمان للسيد الرئيس. وحتى كمان تطوير الري الحقلي، احنا بنتكلم في اكثر من 1,000,000 فدان تم تطويرهم، ولسه في كمان 3.7 فدان الدوله مخصصه لهم خط تمويل بيتجاوز ال 55 مليار جنيه علشان نقدر نشجع المزارعين وما ناخدش بيهم فايده، احنا بنديها بدون اي تكلفه تمويليه على الفلاح علشان نقدر نشجعهم ان هم يخشوا في هذا القطاع ويبداوا يطوروا من نفسهم ويحسنوا. يعني توشكا متغطية بكل وسائل الري الحديثة والترع متبطنة وأساليب تراعي البعد البيئي وبعد كمان التنمية المستدامة، صح كده؟ ونحقق أفضل عائد ممكن من احتفال الأرض والمياه، ده المنظور بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه إلى جانب التوسعات اللي بتحدث في الأراضي الزراعية وإن احنا نزرع أراضي. جميل، اللي يروح دلوقتي توشكا يعني كم تقريبا المساحة المنزرعة حاليا والآن وجاهزة؟ كم فدان تقريبا؟ احنا عندنا الحقيقه يعني الاف من الابدنه موجوده في توشكا والاراضي متاحه الحقيقه في توشكا، يمكن لو بنتكلم على حجم الاراضي اللي استصلحتها الدوله المصريه احنا بنتكلم فوق 5 مليون فدان خلال الفتره الاخيره الدوله المصريه بتعمل على استصلاحها وزراعتها، فالحقيقه جهود بتبذل في هذا القطاع بشكل مستمر. التوشكا لوحدها الحقيقه فيها، لكن اول مرحله تقريبا 500,000 فدان تم زراعه 80,000 اول مرحله، ولكن لسه كمان في مراحل اخرى جايه.